الابيزود تبع اليوم. اليوم الابيزود عن دراج ريس. حاخدكم فرجيكم السيارتين ان ديتيلز ونرجع نجي نشوف مين حيربح. فبلشنا بانجن بام دبليو، يعني جينا عند جورج ونس. هاي جورج. هاي، كيفك؟ فهي الانجن تبعه جورج، شو هو الانجن؟ الانجن ترانسيس ام 3، هو 261 اتش بي. قد ايش صار؟ هلا مع النص تبعها في 1307 حصان. مثل ما شايفين من هون في توربو كتير كبير. شو التوربو اللي عليها؟ فيها توربو بريسيجن جي تي 42 بول بيرنج. اكيد جي تي 42. عم نحكي انه في عنا كتير لاج. نحن كيف انت شو عم تشتغل تشيل اللاج؟ البريمير كتير طويل فيها، منقوم لانش عالي بس نحط دزيام اوين منفوت بنايتروس، اول نايتروس اذا احتجنا لتاني نايتروس بتاني ايد بنفتح بتاني ايد. اول تيتنكس فينا نشوفها عن قريب. يلا لا انيتين جورج، هيدي السيارة لانه فيها كتان نايتروس، فيها 6 فجر بهيدي وفيها فجر واحد بهيدي. يعني قديش هورس باور بيعطوك النايتروس فوق الاحصنة تبعها؟ 300 تقريبا. والتورك قد ايه فيها؟ التورك فيها 1160. اوكي، ليش نقيت 4 ويل على 2 ويل درايف؟ لو انا بس فينا نقلع برياق على طول اكيد بعمل 2 ويل. اكيد اكيد. بس لانه نحن اوقات بنلعب استراد العرب كرمال هيك ما فينا نتكل على التويل درايف، ما فينا نلقطها، يعني ما في عندنا جريب. اوكي، شو حاطط سسبنشن قدام؟ فيها مطرات اولينز للسياره، سسبنشن ورا ام 5 كلها مع الدف مع كل شيء. عندنا الترابيع قدام هن تبع ترون 35. انت عم تستعمل هاو الاوريجينال يمكن لانه مخفف وزنه للسياره سو ما عم بي. جورج قد ايه وزن السياره؟ 950 كيلو. اوه واو، كرمال هيك يعني مزبوط. نعم لكم ترابيع اورجينال وديف اورجينال بس انه ما بيصير لهم شيء لانه السياره اخف وزن بشي 600 700 كيلو من السياره اللي هن جايين عليها. فهيدا الدولاب اللي عليها دولاب سليك. جورج قد ايه تكلفتهم هو الدولاب؟ تقريبيا بال 400 دولار حقهم الدوليب، كل دوليب منهم عند السياره. كل سبق بتغير دوليب او هود الدوليب قد ايه بيضاينوك؟ بيضاينوك لانها فور ويل درايف. لو تو ويل بدك تحميهم هاو يعني كل ست سبع دعسات بتغيرهم، بس لانها فور ويل ما فيك كثير تحميهم بيضاينوا اكثر. طيب جود لك. هلا حنروح على ثاني سياره ومن بعدها ننطر تنشوف مين حيربح. فهيدا تاني سيارة وهيدا صاحبه. عرفنا عن حالك حج. الحج ركان معروف عالم السيارات بسبق السيارات، نحب دراج ريس. كل العالم هلا على السوشيال ميديا صار له جماعتين بتحكي عن تقليع. تقليع كثير مهمة حلوة بينه وبين ابو جنبو الزحلاوي. علقنا عيدك اليوم وان شاء الله هلا بنرجع نعيدها بكروح رياضية. اول شيء انت كثير معروف كنت عن الايفو، ايفو 8 الزرقاء. كل العالم عرفت انك قصيتها بالنص. هذيك نكديه. لا قصيتها بالنص. حبيت بيع سياره سبق لحدا، جبت جولد وحطيت كل الميكانيك عليها، يعني هيدي ايفو بس من ايفو. قديش اخف وزن؟ طلعت 980 كيلو. والايفو قد ايه كانت؟ كانت طن و20 كيلو. ما كانت التارجت تبعك حتى انه يكون الوزن اخف؟ بلا، قلت انا كيف كان رح اخذ 100 كيلو فرق اقل فما زبطت. فينا نقرب نتفرج شوي على موتور السياره تخبرنا أكيد. عنه؟ نحن على المان لاين داينو 1000 بلس ويل. بلس قد ايه؟ في البلس تكون 200 حصان. التوربو بريسيجن قد ايه بدك اياه يكون كبير تيقدر يعطيك هالقد هورس باور؟ التوربو بيتعلق بحسب انت الموتور قديش طلع باور. نقينا اللي بيطلع 1100 ويل، يعني بين هلا 100 حصان عن البلس. لا ما هو اذا اذا بتتركه شوي بيعطيك اكثر بتعتل. اوكي، فباول ديتيلز بالسياره اللي هو هيدا بين 100 عن ال 1000 اللي خبرنا عنها الحاج. شو عم تستعمل جير بوكس بالسيارة؟ الجير بوكس دوب بوكس اكيد لدراج ريس. نحن بنطلب الريشيو حسب الباور اللي عندنا، حسب المسافة اللي بدنا نسابق فيها. ليه مش سيكونشل؟ مع انه معروف السيكونشل انه الشيفتنج فيه كثير اسرع. اول ما جبنا الدوب بوكس ما كان السيكونشل موجود بالريشيو اللي نحن بدنا اياه. هلا صار موجود. كثير معروف عن الايفو انه حتى سيارة الطريق
اذا بتطلع شوي بالهورس باور طبعا كتير بتبلش تعاني بمشاكل من الاكسلز من الدف. هي الايفو كتير سريعه وكتير صعبه. اوكي ما اكزاكتلي انت ليه رحت على ميكانيك الايفو على هيك سياره هالقد القويه؟ ما في شيء هين حلو. اوكي اول شيء ساعتها اشتري سياره سريعه وركز فيها كلهم. هلا انا هاي العربيه حتى ترانسميشن تبع كاربون تربيعه للدراج ريس لفوق 1000 حصان ويل ترافرسيتا لايت ويت والافتر ماركت كثير اغلى. ايه طبعا. يعني هلا تنحكي الدغري كان بس كنا عم نشوف سياره الزحلاوي كان عم يخبر انه شو ما عم بيركب في قطعه بقام من سياره بتركب على سيارته اقوى. يعني انت هون عم تروح على احنا ما عندنا شيء من بتقدر من غير سياره نقدر نستفيد منه انه نحسن عليه. لا احنا يعني عم نحكي عن تكلفه كثير عاليه. تكلفه اكثر سياره بالعالم معروفه بتكلف للدراج ريس هي الايفو وكثير صعب تسويها مش بمكان بيقدر يسويها سريعه. فخبرناكم شوي عن السيارتين اللي مشاركين بالدراج. خلينا نشوف كيف حيكون السباق. فشفتوا السيارات عن قريب. هودي هن سيارة جورج وسيارة الحاج. هلا عم بحضروا حالهم كرمال الريس. حسب ما مبين انه عم يشتغلوا بالتيون تبع السيارة. ايه؟ عم يعملوا اخر تشيك اب قبل ما يبلشوا. بدي مبين عليكم قد ايه في عالم. دايما العد فيه مشكلة. اليوم كيف حتعدوا؟ اليوم ready ايدينا فوق اول ما ينزل من دايرة تكون العدل كل ذاك كذا. خلص الرئيس صراحة ما في أحلى منها إنه نشوف هالقد في روح رياضية عند الشباب. الخسران يجي يقول مبروك أكيد بينه وبين حاله عم يفكر إنه أنا شو لازم بلش أوقف بالسيارة ترجع أجي أوقف هالوقفة وأربح. وإذا عبالكم تشوفوا حيالله سيارة سيارة دراك سيارة دريفت أو حيالله سيارة بتعجبكم بلبنان حطوا لها صورتها بالكومنتس وعملوا منشن لصاحبها.